الحمد لله، هذه البداية، هذه أقل حاجة نجم نهداه للجمهور نادي ريال صفاقس. الجمهور هذا الكل اليوم اللي جاء ما نتصورش ينجم يروح متغشش علينا. الحمد لله، إن شاء الله نكونوا راضيينهم، وإن شاء الله تو الخدمة باش تبدا، تو إن شاء الله لآخر العام يبداوا فرحانين بتيتر يا رب إن شاء الله. صحيح، هي كما يقول لك رب ذرة النافع، تشوف بعد الخيبة لهنا كونتر النفط هبطنا اليوم بقلاية بروحك، تشوف الأولاد كسوا اللي تخلوا اللي ما ولي عاود دخل وخرج مضروب، لعبنا بروح بقليب، كنا رجال يد واحده مع بعضنا الكل، وان شاء الله في قدم مشوار نكملوا هكا ان شاء الله. الحمد لله، وغدو يطلب مني باش نكون رجال، ومن بعد باش نكون رجال، واكيد يتغشش الببليك علينا في مباراه ولا زوز ما نكونوش حاضرين والتير دي فات. اليوم كنا حاضرين، اليوم فرحنا الجمهور هذا، قنعنا اليوم ربحنا، ان شاء الله ديما فرحين الجمهور نتاعنا، ان شاء الله ديما يروح فرحان، وبقدره ربي ديما مفرحينهم باذن الله القدام والجاي. تعرفوا الناس الكل كما قلنا المباراه اللي فاتت وجعنا فيها برشا، تاثرنا جمهور ولاعبين ومسؤولين، حسينا بالمسؤوليه نتاعنا، مباراه تعرف القيمه نتاعها في الباركور نتاعنا. دونك ان غران برافو للجمهور اليوم، ان غران برافو للجوارات، الستاف، الناس اللي خدمت من اول الماتش لاخر الماتش، اللاعبين قاعدوا مركزين. انا نقول التركيز هو اللي ربح المباراه اليوم، العباد عزيمه كبيره، والتركيز هو اللي خلانا نكملوا المباراه بالانتصار هذا. مباراه تلعب في التيران، سفر الاربيتر كملنا كل شيء، ترجي اصحابنا ونمشيو لتونس يفرحوا بينا، جينا جاو لهنا اليوم فرحنا بهم، قمنا بالواجب مع الهيئه، قمنا بالواجب مع اللاعبين. سورتو الحمراء بالنسبه لنا احنا ما لازمش تاثر فينا الهزيمه هذه، هزيمه تقلق برشا، ونعتذروا لجمهورنا